بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو أقترح على الجميع وصفات رائعة في تبييض الأسنان وحل مشاكل أخرى. كما تعرفون أن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة اصفرار الأسنان وتغير لونها، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب التي نمارسها دون أن نعي أنها تعمل على عمل تصبغات على الأسنان، منها الإكثار من تناول الشاي والقهوة والمشروبات الملونة، وأيضا عدم تنظيف الأسنان بشكل دوري، تناول بعض الأدوية، التدخين، وحتى العوامل الوراثية. تتعدد طرق تبييض الأسنان في العيادات، سواء طبعا كانت معاجين أو غسولات لتبييض الأسنان أو اللصقات أو غيرها، بالإضافة إلى مواد لتبييض الأسنان تعتمد في عيادات أطباء الأسنان. بالإضافة إلى هذه الطرق، هناك لدي طبعا طرق طبيعية لمن لا يحبذون فكرة تبييض الأسنان بطرق كيماوية لما لها من أضرار على الأسنان. لدينا اليوم وصفات قلت رائعة. نبدأ بأول وصفة وهي رائعة جدا. المكون هذا موجود في كل بيت، يجعل الأسنان لامعة براقة وخالية من الاصفرار. لدينا هنا نحتاج لملعقة طعام كبيرة من الملح. يفضل هنا أن يكون الملح بدون يود، أي خالي من عنصر اليود، كما يمكن استخدام الملح الخشن أو ملح البحر. بالنسبة للملح، هنا له العديد من الفوائد في هذه الوصفة على الأسنان، منها أنه يعمل على تهدئة وتسكين الأنسجة المخاطية داخل الفم، كما أنه يعمل على تغيير نسبة الحموضة في الفم، كما أنه يزيل رائحة الفم الغير مرغوبة، بالإضافة إلى أنه يحمي الأسنان من التسوس ويعمل على زيادة تمسك اللثة في الأسنان، كذلك يعمل على الشعور بالبرودة والانتعاش داخل الفم، كذلك يمنح أسنانك لمعان واضح تلاحظينه، أو حتى للرجال طبعا هذه الوصفة، أنا لا أخاطب فقط السيدات. وطبعا هذه الوصفة تجعل الأسنان كأنها مضيئة تلمع كالمصباح في الليل، كما يفيد هذا المحلول في تخفيف التورم وكذلك الآلام عند خلع الأضراس. قلت ملعقة طعام كبيرة من الملح، ونضيف عليها مباشرة نصف كوب من الماء المغلي جيدا. الماء هنا يكون مغلي، ونترك هذه الوصفة، نترك هذا عفوا هذا الماء حتى يبرد قليلا، نتركه إلى أن يبرد قليلا، ثم نأخذ فرشاة الأسنان أو فقط القطن الطبي، ونقوم بغمسه في هذا المحلول، ثم نقوم بفرش الأسنان جيدا بهذا المحلول مرة صباحا ومرة مساء وبعد كل وجبة، يعني 3 مرات في اليوم، بعد كل وجبة 3 مرات في اليوم. وبعدها نقوم بشطف الفم بالماء المتبقي، لا يرمى الماء المتبقي، بل نقوم بشطف الفم به جيدا، عمل غرغرة به للحصول على أسنان بيضاء، ونتخلص من الجير بالأسنان بصفة نهائية. نقوم بعمل هذه الوصفة، وصفة الملح، ل3 مرات فقط في الأسبوع. رائعة جدا، ومن أول استعمال سنلاحظ الفرق. آمنة للحوامل والمرضعات، طبعا هنا الرجال كذلك، وحتى الأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. بالنسبة للوصفة الثانية، نحتاج هنا إلى لأسواك أو السواك، أو بما يسمى بعود الديرم، يستخرج من لحاء شجرة الجوز، ويعتبر من أفضل أنواع السواك بالرغم من طعمه اللاذع والمر، إلا أنه أكثر فعالية في علاج مجموعة من المشاكل الجمالية. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سأعمل به وصفات رائعة للشعر، طبعا هنا ممتاز، وهو بالعادة يعالج مشاكل اللثة من الالتهابات
وتقرحات الفم، كما يبيض الأسنان ويحميها من الإسمرار، من الإصفرار. ممتاز لتبييض الأسنان. قلت يسمى كذلك بعود الديرم، نتحصل عليه من لحاء شجرة الجوز. تختلف أسماء هذا المكون من دولة لأخرى، فالبعض يطلق عليه شجرة عين الجمل أو شجرة الديرم أو الديرما أو اللوز الخزاني، له أسماء كثيرة. عندنا نحن نسميه بسواك، هي قطع خشبية طبعا غنية جدا بالألياف، وتتميز بأنها ممتازة لتبييض الأسنان. وكذلك هنا هي من أجود أنواع الخشب، خشب الديرم. وطبعا هنا استخدامه الأكثر شهرة هو لتنظيف وتبييض الأسنان. طبعا كانت النساء تستخدمه قديما كأحمر للشفاه، لما يتميز به من صبغة حمراء جميلة، جميلة اللون، تعطيه للثة وكذلك للشفاه. تستطيعين الحصول على أعواد الديرم أو السواك من عند العطارين أو محلات العطارة طبعا. ويفضل هنا أن نستخدم سواك أو الديرم الحار وليس البارد، ويستخدم أخضر وليس جاف، يفضل أن يكون أخضر لتنظيف الأسنان، وذلك لما يحتويه من مواد مضادة للالتهابات. كما نستخدمه كغرغرة للفم لعلاج التهابات الفم. الطريقة هي كالآتي: أن نأخذ السواك أو الديرم كمية منه، ونضع عليه كذلك الماء المغلي جيدا، يكون الماء مغلي هنا لينقع. إذا كان عندك هنا السواك جاف وليس أخضر، ونتركه لينقع جيدا في الماء المغلي لحوالي 20 دقيقة. طبعا هنا نقوم بفرك عود الديرم بعدما ينقع. نأخذ عود الديرم أو عود السواك، بنفرك الأسنان مباشرة به، كما يمكنك كذلك طحن السواك وخلطه بعسل النحل أو معجون الأسنان أو زيت جوز الهند، واستخدامه لفرش الأسنان تصبح بيضاء ومن الاستخدام الأول. هو آمن للحوامل والمرضعات، الرجال كذلك، وحتى الأطفال من سن 5 سنوات 10 سنوات فما فوق يمكن استخدام السواك لهم لتبييض الأسنان وبكل أمان. الماء هنا لا نقوم برميه، بل نقوم بعمل مضمضة به للفم أو غرغرة للفم. ممتازة هذه الوصفة ولها فوائد كثيرة للثة والفم بصفة عامة. الوصفة الثالثة هنا هي بقشور الجوز. قشور الجوز ممتازة لعلاج جير الأسنان، وطبعا هنا جير الأسنان من المشكلات الأكثر انتشارا. طبعا هنا هذه الوصفة ممتازة لعلاج هذه المشكلة. نأخذ حوالي 40 جرام من قشور الجوز، أو بما يعادل حوالي 4 حبات من قشور الجوز، ونضع عليه كذلك الماء المغلي، نغمره بالماء المغلي جيدا بهذا الشكل، ونترك هنا قشور الجوز لتنقع لليلة كاملة. إذا كنت مستعجلة يمكنك غليه على النار مباشرة واستخدام هذه الوصفة، بأن نأخذ كذلك فرشاة الأسنان أو قطن طبي ينقع في ماء قشر الجوز، ونفرك الأسنان بهذا الماء جيدا. تكرر العملية ل3 مرات في اليوم مع مراعاة نقع الفرشاة في ماء الجوز. طبعا وخلال 2 يوم فقط من استعمال هذه الوصفة سوف نلاحظ اختفاء جير الأسنان والبلاك نهائيا. مع تكرار هذه الوصفة لأكثر من 2 يوم سوف نحصل على أسنان نظيفة وبيضاء. طبعا وباقي الماء نقوم بعمل غرغرة به ولا نرميه.
هذه الوصفة كذلك آمنة للحوامل والمرضعات والرجال وحتى الأطفال الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق، يمكن استخدام وصفة قشر الجوز لهم وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.